الباب الشرقي أو باب شرقي هي إحدى بوابات ومداخل بغداد الرئيسة التي أنشأها الخليفة العباسي المسترشد بالله في جانب الرصافة عام 488 للهجرة المباركة، وجعل للسور أربعة أبواب. ذكر باحثون ومؤرخون أن الباب كان يسمى قديما في عهد العباسيين باب كلواذي، ثم تحول في العهد العثماني إلى الباب الشرقي. وكان الباب الشرقي ذو الأبراج الأربعة كما يقول المؤرخون والباحثون، يقع في جزء كبير من ساحة التحرير الحالية والتي كانت تسمى ساحة الملكة عالية إبان العهد الملكي وحتى تموز من عام 1958. هدم الباب الشرقي بعد أن قامت أمانة العاصمة بإيصال شارع السعدون الذي كان يسمى شارع البتاويين بشارع الرشيد، وشارع الملك غازي شارع الكفاح حاليا. ولم ينصرف الذهن لدى المسؤولين حينذاك إلى استثمار الباب الشرقي كأبهى أثر تاريخي يتوسط دائرة ترتبط بها هذه الشوارع كما هو الشأن حاليا في ساحة التحرير. وكان بقايا الباب الشرقي لا يزال قائما حين جرى نصب تمثال عبد المحسن السعدون سنة 33 و900 وألف. مثلت هذه المنطقة خلال عقود مضت مركزاً حيوياً وثقافياً وتجارياً، كما أنها شكلت إحدى أهم نقاط التظاهرات الكبرى ضد الحكومات المتعاقبة بعد احتلال العراق عام 2003، وشهدت ساحة التحرير أكبر مظاهرات غاضبة
ضد سياسات حكومات ما بعد الاحتلال التي تحصنت في المنطقة الخضراء، حيث لا يفصلها عنها سوى جسر الجمهورية. للعراق تاريخ وحضارة، وإحنا تشهد هذه المنطقة اللي إحنا بها الآن، وخاصة هذه باب الشرجي، هذا تاريخ والعمق الحضاري، تاريخ العراق وأصالة العراق. هذه المنطقة يعني وسط بغداد، هي جوهر بغداد، ومنها بالأساس الجسر الجمهوري هذا. طبعاً جسر الجمهورية أسست شركة ألمانية عام 1900، بدأت في 55 في زمن الملك فيصل الثاني، واستمر العمل به لمدة سنتين إلى أن كمل عام 1957، وتم افتتاحه من قبل الملك فيصل، وكان حاضر الوصي عبد الإله ورئيس الوزراء نور السعيد، وأيضا كان معهم حاضر رئيس وزراء السودان، يعني اللي يعني ما يحضرني اسمه في هذا عملية الافتتاح. بالتأكيد هذا كان المنطقة اللي موجودة، كانت تسمى قبل بناء هذا الجسر بشريعة الجوانيس، لأنه غالبية الناس اللي كانت تجي هنا تجيب جوانيس مالتها وتسبح بهذه المنطقة بالجرف مالها، فكان العبور بواسطة ماطورات، يعني قبل من هاي المنطقة إلى منطقة إلى صوب الكرخ بواسطة الماطورات. هذه المنطقة واللي هي جوهر بغداد وحرارة بغداد، ضم هذا الجسر من جهة الرشيد ومن جهة أبو نواس ملتقى العراقيين، كان تجمع العراقيين بالذات وتجمع الأجانب وكل السائحين في هذه المنطقة بالذات، الرابطة ما بين باب المعظم والرابطة ما بين شارع سعدون وشارع أبو نواس. تضم ساحة التحرير نصب الحرية وحديقة تعرف باسم حديقة الأمة، وكذلك شبكة أنفاق تحتوي على محلات تجارية قديمة، كما تعد مركزاً للباعة المتجولين ومركزاً لبيع الأجهزة الإلكترونية ومحلات الألبسة. باب الشرجي كان يلم العالم كله يجود، او بالاحرى هو كان يسمونه سوق الاجانب، تسميه ما في سوق الاجانب، كانوا هنا الاجانب نذكر بهم الروسي والاشكال يجون هنا يتبضعون، يبيعون غراضهم ساعاتهم اقلامهم اشكال، يعني يجيبون البضايع يبيعون يعني هنا يشترون من عندنا. هاي التاريخ مال القديم، يعني كان المريض العدة هم يجي الباب الشرجي هنا يتونس، يباوع الناس، يتبضع، يباع الأشكال، العالم أشكال البشرية هنا. والله كانت الباب الشرجي أكثر شيء معروف، باب الشرجي بيع الساعات مال، يعني اللي يريد له ساعة يريد له هذا يروح الباب الشرجي، يعوف العراق كله يجي على الباب الشرجي يأخذ له ساعة، هاي معروفة ساعة أو قلم، يعني كانوا المدراء أو حتى الوزراء كانوا يجون يأخذون من أنا ساعات. وحالياً والله هسه السوق تعب، سوقنا ما مو مثل قبل كانت متوجهة البضاعة، هسه السوق تعبان من وراء الحكومة، يعني خلت الوضع كله تعبان، يعني سوقنا تعبان. هي بصورة عامة هسه احنا منطقتنا ومنطقة باب الشرجي صارت كاميرات مال مراقبة تعرف على الوضع الأمني، صارت
كامرات، محلاتها سيحوي من باب الشرجي من بداية لهذا يحوي عبارة عن كامرات مراقبة بس. من أهم معالم منطقة الباب الشرقي ساحة التحرير، حيث يوجد فيها نصب الحرية والذي يمثل رمزاً يوحد العراقيين. نصب الحرية مثبت على قاعدة طولها 50 متراً، وهو عبارة عن سجل مصور رسمه ونحته الفنان العراقي جواد سليم الذي توفي في الأيام الأخيرة من كانون 2 يناير عام 1961 نتيجة نوبة قلبية بسبب الإجهاد الذي أصابه جراء تنفيذ نصب الحرية الذي أزيح الستار عنه في تموز يوليو عام 1961. نصب الحرية في ساحة التحرير اللي أنشئ على يد المبدع العراقي رحمة الله عليه جواد سليم سنة 1961 طبعا تم افتتاحها في ساحة التحرير تحديدا. نصب يرمز إلى تخليد سيرة العراق عبر من الماضي إلى الحاضر في على شكل منحوتة طبعاً امتدت من ذلك الوقت إلى امتداد الدولة العراقية. هذا الرمز هذا النصب يحوي على 14 رمز أو رمزية تحكي عن تاريخ العراق من مثل ما قلنا مثل من الماضي إلى الحاضر. حاكى الحضارة السومرية البابلية والآشورية برمزيات جميلة معبرة عن المجد العراقي من سالف الأزمان إلى حد الآن. أيضاً قسم إلى بارتات معينة، البارت الأول مثل ما تشوفون يحوي على اضطراب تاريخي معين يرمز إلى المرأة والطفل باعتبار هما أساس المجتمع وأساس الخليقة اللي هما المرأة اللي هي رح تنشئ هذا المجتمع رح تنشئ هذا الوطن. يعني النزاعات المعينة اللي مر بها العراق على مدى هذه الحقبة الأولى مع إعلان تشكيل الدولة العراقية وهذه السنوات الأولى، إضافة امتدادا إلى وصوله إلى مرحلة 1958 عندما وصل بالجدارية إلى البارت بالوسط مثل ما تلاحظون لما السجين السياسي اللي يحاول ينتزع القضبان فعلا على يد الجندي العراقي اللي هو ساهم في تكريس مفهوم الديمقراطية في العراق. النصب ينتقل انتقالات مدروسة ويوصل إلى مرحلة الثورة الصناعية والتجارية والزراعية في العراق من خلال رموز دل على نهر دجلة والفرات، إضافة إلى وجود رمزية الفلاح الكردي والسومري السومري اللي هو الجنوبي وأيضا العراقي بشكل عام. يشكل النصب رموزاً أراد من خلالها النحات سرد أحداث رافقت تاريخ العراق، مزج خلالها بين التاريخ القديم والحديث، حيث تخلل النصب الفنون والنقوش البابلية والآشورية والسومرية القديمة. ولعل أهم ما يجذب الشخص
عندما يطالع النصب للوهلة الأولى هو الجندي الذي يكسر قضبان السجن وسط النصب لما فيه من قوة وإصرار ونقطة تحول تنقل قصة النصب من مرحلة الاضطراب والغضب والمعاناة إلى السلام والازدهار. يقول المختصون إن النصب يحتوي على 14 قطعة من المصبوبات البرونزية المنفصلة، وبعد أن كانت الحركة مضطربة يمين النصب فإنها ومع التحرك نحو اليسار تنتظم وتصبح نابضة بالعزيمة والإصرار بصورة إنسان، وبعدها ترتفع اللافتات والرايات الجديدة في السماء. بعد ذلك يطالعنا رمز البراءة والأمل على هيئة طفل صغير يشير إلى بداية الطريق. تطالعنا بعدها امرأة مشحونة بالانفعال والغضب والحزن، ومن ثم منظر مؤثر حيث تحتضن الأم ابنها الشهيد وتبكي عليه، ولعل هذا الأمر كثير الورود في التاريخ العراقي القديم منه الحديث. تليها صورة الأمومة التي تغمر الحياة الجديدة بالحب والحنان، فقد تكون للثورات والمآسي ضحاياها، ولكن كما قال الشاعر: وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق. كما يطالعنا تمثال السجين السياسي الذي تبدو الزنزانة فيه على وشك الانهيار تحت تأثير رجل مزقت ظهره السياط، ولكن القضبان لا تنفصل في النهاية إلا بإصرار وقوة وجهد الجندي. الزائر لمنطقة الباب الشرقي لابد أن يمر بأحدى أهم معالم المنطقة المميزة، ألا وهي حديقة الأمة التي كانت تسمى في العهد الملكي حديقة الملك غازي، والتي جرى إنشاؤها على جزء من الخندق الذي كان يحيط بالسور، وكذلك الشارع الممتد من ساحة التحرير إلى ساحة الطيران، وهو الحد الفاصل بين منطقة الباب الشرقي والأورفلية. يوجد في منطقة الباب الشرقي أسواق للباعة المتجولين، وهي عبارة عن سلع تناسب كل شرائح المجتمع الفقيرة والغنية، من أجهزة كهربائية وتحف من الأنتيكات والساعات والمسابح والطوابع والنياشين وحتى الأثاث، فهو سوق لا يختص بنوع معين من البضائع والسلع، وهناك محلات خاصة لتصليح الساعات اليدوية القديمة والحديثة. طبعا هاي المهنة قديمة، وإحنا بها يعني مو اليوم والبارحة، وإنما بحدود 40-50 سنة. يعني أنا الشغلة وارثتها من والدي الله يرحمه، وهي شغلة العائلة وشغلة العشيرة. يعني إحنا أبن عن جد، يعني أنا عمي مصلح، خالي مصلح، ما نعرف غير هالشغلة. واحد علم ثاني، أنا سنة 85 صرت أسطى يعني،
صرت قصة وقعدت بمحل ورميت 35 سنة، أكثر تقريبا 35 سنة أنا أمتهن هاي الشغلة اللي ما أعرف غيرها، هي الوحيدة اللي أمتهنها والحمد لله والشكر، يعني أبدع بها. قبل كانت أكثر، يعني هي الشغلة باب الشرجي هو معروف يعني بالناس المختصة البروفيشنال على ما قولت المحترفين اللي يصلحون الماركات، الساعات السويسرية والساعات اليابانية والسبير والقطع غيار متواجد فيها، فهي أكثر منطقة بها تصل. قبل كانت أكثر من هيجي، قبل كانت أكثر، هسه قلت لأن الناس صارت أقل. يعني شلون يعني اللي كانوا بذاك الوقت عمره 40-50 توفوا، بقوا اللي كانوا عمر 20 صاروا 30-40، فصارت أقل نسبة الخبرة، أقل نسبة الناس المتواجدة، أقل، فانحصرت الشغلة صارت أقل. لا لا لباسة ازدادوا بفضل الإنترنت والعولمة والتواصل الاجتماعي. يعني هسه الناس قامت تجي تدور ساعة شايفة الصورة على الفيس، قبل ما كان عندنا فيس ما كان أحد يعرف إنه هاي ساعة، هسه ساعة نزلت على الفيس ثاني يوم رادوها الجماعة، وتختلف اختلاف بالشكل أو بالديكور أو بالكذا إلى أن من ساعة إلى ساعة، فصار طلب أكثر، أكو سوق أقوى. أنا بالنسبة لي يعني بالسويسري الاختصاص الأوميجا اللونجين الرادو، أما هسه لا، هسه إجا الكوبي اللي هو الإميتيشن الرولكس البريتلينج، فإحنا أي ساعة هي نفس الساعة. يعني مبدأ ساعات يتقسم إلى كوارتز أوتوماتيك نصب، إذا كان قديم أو جديد هو على المبدأ هذا. ساعة عبارة عن 100-150 قطعة ساعة الوحدة، تتكون إذا بطارية تتكون من ملف من الدائرة سيركت كويل من المسننات الدشالي من يعني هاي إذا كانت كوارتز، أما إذا كانت نصب بها رقاص بها الدشالي بها العتلات المسننات، يعني قطع غيارها أو مو قطع غيار يعني عدد المسننات اللي بها مو قليل، اما اذا كانت اوتوماتيك فراح تكون اكثر. وهسه اجت ساعات الكونغراف الستوب ووتش اللي عدد القطع بال 500-400 قطعه بالساعه الواحده، فاذا تريد تفرطهم يعني يراد لك كتالوج او يراد لك شيء تشتغل عليه. يلا يعني ساعه الكوبي الرولكس سعرها لا يقل عن 50 دولار ولا يزيد عن 100 دولار، الاصليه سعرها لا يقل عن 10 ولا يزيد عن 15 نفس الساعه، يعني من 40 الى 100 دولار ومن 5000 الى 15000 دولار شدوا نص، فماكو قياس. عندنا كثير من الناس كانوا اختصاص بس توفوا ثلاث ارباعهم. يعني اذكر لك الله يرحمه ابو زمن ابو شيبه، كان عندنا هذا كنا احنا صغار ما نعرف، وهم كانوا اعلى من عندنا مرتبه، كان عندنا ابو فاروق، كان عندنا اللي حد الان عبد الله ابو مصطفى اللي حاليا بالجوهره بالسعدون، عندنا ناس يعني كانوا هنا شلون احنا هسه بسطيات كذا، هسه فتحوا محلات، فطريقة شغلهم صارت شوي أرقى أعلى درجة. مو كان ما قبل كانوا يشتغلون بالإميتيشن أو بالكوبي، لا هسه قاعد يشتغلون بالأصلي. يعني أنا جيت هنا بسنة 90، يعني جيت سنة 90 أنا كانت عندي بسطية هنا ولا زلت. باب الشرجي عبارة عن مو عالم ساعات، عالم كل شيء، يعني أي جهاز ما يصير بالعراق أو بغداد كله يصير باب الشرجي. لأن باب الشرجي قلت لك بي ناس صارت ذو احتراف. ليش؟ لأن ما يصير أنت من تشتغل فترة معينة فشي صعب راح تمارس عليه راح يصير أنت اختصاصي. إذا بالموبايل هنا ساعدنا إحنا مصلحين بالموبايل ما موجودين بكل مكان، بالربيع بأي مكان. ليش؟ لأن خبرة سبير قطع غيار كذا كذا صارت عندهم أوليات صارت عندهم. فباب الشرجي قام يعني بي ناس محترمة، ناس تشتغل، ناس إحنا عندنا هنا شنو المهن؟ عندنا تصليح ساعات، عندنا تصليح موبايلات، عندنا يعني أجهزة الاتصال هوكي توكي كذا، عندنا جوا سوق الإلكترونيات خاص بالإلكترونيات الأجهزة الإلكترونية. فش تريد أنت؟ عندك جهاز، عندك كذا، تجي تصلح هنا تطلع أنت راضي. كذلك كانت هناك محلات للفنون والموسيقى ومراكز الصورة الفوتوغرافية ومحلات للألبسة الشبابية. كنا نتونس هنا حتى نقعد نخلي كراسي هنا قبال المحل، نباوع سيارات قليلة، ماكو زحام، ماكو رون سايد ومواكب بالرون وبالها، تباوع ناس السيارة يمشي بنظام
يعني تحس حياة حلوة منظمة وتباوعة المرور قاعد لا واقف يأشر بيده ولا تعبان ولا شو صورك أنا بذاك الوقت بذاك الوقت كنا نتونس هنا يعني حياة ونسة تجي هنا قلت لك الزحام شارع ماكو الطرق مفتوحة تجي هنا تتونس هنا أتذكر يعني كنا شباب إحنا نجي هنا أنا وجماعتنا حتى بالبيت يقولون يا بنا مريض ودينا للطبيب بحساسية فقال له الدكتور تغيير جو نجيب الباب السرج هنا نفتار ناخذ لنا شيء اسمه الكرزات من هنا وناخذ لنا من هذا اللالنج ونمشي ونشرب عصاير وسينمات وعلى شارع الرشيد ونفتار ونخلصها ونتغدى ونروح للبيت تقول عبالك رايحين للجنة كانت وين من لحق على الفلوس الله وكيلك كنا هنا نبيع قاعدين نبقى للدعش لاثناعش بالليل اي بيع مو طبيعي ما عدنا يوم واقفين يوم شغل ماكو يوم كسلة عدنا مستحيل والله كهربائيات كانت بذاك الوقت يعني اكثر شيء الكهربائيات على راديو على مسجل على مدري شنو ذن الشغلات اي لحركة طبعا اكثر شيء يعني كهربائيات كانت تمشي منطقة الباب الشرقي كانت مركز بغداد التجارية والترفيهي لفترة طويلة فيها شوارع خلفية وأنفاق وبنايات قديمة تحولت مع الزمن إلى ملجأ للمشردين ينامون في حديقة الأمة وجيوبهم خالية ولم تعد تلك المنطقة الزاهية في ذاكرة البغداديين لقد أتى عليها ما أتى على بغداد كلها منذ الاحتلال الأمريكي الغاشم لها وما جرى بعد ذلك من تغيير لوجه بغداد وطمس لمعالمها الحضارية والجمالية.